هيا بنا إذن لنستمتع بكرة القدم بكريستيانو رونالدو في مشهد آخر على الجهة اليسرى، وكريستيانو رونالدو وحيدا في المقدمة بلا تاليسكا في هذه المباراة بعد أن طرد في المباراة الماضية أمام الفتح. بينما فرسان مكة يدخلون هذا اللقاء بعبد القدوس، عبد القدوس عطية، كرة بتوصل وحداوية، إسلام للخلف، وصلت الكرة، كريستيانو للتهديف، التغطية حضرت في التوقيت المناسب من أوسكار دوارتي، من المهارة هنا تسديدة الدون، لكن ظهور لأوسكار دوارتي في التوقيت المناسب أمام كريستيانو. صاروخ ماديرا، نصر الدون العالمي الأفضل الأسطورة على تنفيذ خطأ، يجد راحة وارتياح في أن يكون حاضرا في التنفيذ في هذه الأمسية. كريستيانو رونالدو يتطلع لثاني أهدافه مع النصر بعد أن سجل في المباراة الماضية، الآن يسدد كرة اصطاد وتصل إلى ركل الزاوية بعد أن نجح الجدار الأحمر في إنقاذ الموقف. ركل الزاوية لمصلحة الدون، لمصلحة النصر. أوسبينا لدينا الآن أمير كوردي على تنفيذ التماس، كرة بترسل على طول، محاولة تسديدة، الله يا جيرسون، الله على كرة أنقذها القائم يا نواف، أنقذها القائم يا عقيدي، الأخطر في المباراة، الأخطر في المباراة طبعا طبعا طبعا. ومن غير القادم من لوكسمبورغ، من غير جيرسون ليل رودريغيز، هذه اليسارية التي لم يتكفل بها إلا القائم كانت رايحة. فكر بهذه الكرة جيرسون تسديد فعلا وفعل ذلك. الكرة الأخطر كانت التغطية غير لصيقة بالنسبة لمادو لمصلحة كريستيانو، لمسة باتجاه غريب باتجاه الدون، بيسدد، الله كالقمر لا يغيب مطلقا، اي والله هو كالقمر لا يغيب مطلقا، بالاسم والتاريخ والشخصية والتأثير والأهداف أيضا. صاروخ النصر بدأ بالقصف، بدأ بالعصف، بدأ، لقد بدأ ولن يتوقف. الله على الخذوهات، والله على صاروخ ماديرا وصاروخ النصر، لأن مع كريستيانو تضمن الفوز أو هكذا كانوا يعتقدون، لكن لا شك أنه كان يحتاج إلى تجاوز البداية وقد فعلها. ولا غريب بيحضر الكرة من جديد، الكرة داخل الصندوق في نجاح رائع في الإنقاذ بالنسبة لدوارتي. عادت الكرة لغريب، هنا الكرة اللي توغل من خلالها وصنع ثلاثة، كرة بتوصل عند غريب صانع هدف، الله 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 الله، نصر الدون، نصر الدون، نصر الدون، هكذا وبهذا الصوت، سي مرة أخرى، مرة أخرى، الله 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 الله، لا يغيب مطلقا نصر الدون، نعم، بتوجيهاته، بأهدافه، بتحركاته، بطلب الكرة، الكرة عند سامي،
هياها، ينتظر كريستيانو الكرة عند ماشا، ماشاريبوف حولها لكريستيانو، يفكر بالمرور، ما زال يحافظ على كرته بالكعب باتجاه عبد الله الخيبري. شوط سلطن فيه كريستيانو، تجلى ووضع المهمة سهلة لرودي غارسيا. الوقت بدل ضايع، انتهى، وشوط أول انتهينا فيه إلى نصر الدون يتجلى في مكة. كريستيانو رونالدو أظهر اسمه وتاريخه وشخصيته، كريستيانو رونالدو واسمه يردد هنا في ملعب النار. لقد ابتسم أخيرا ابتسامة النصر معلنا أنه التاريخ. لابد أن يتحرك تشيلي خوسيه لويسيرا بالدفع بالأسماء، لأن ما ترك كريستيانو رونالدو والنصر في الشوط الأول بالنسبة لخوسيه لويس سييرا مع جيرسون وفيصل فجر والنجعي وباخشوين وانسلمو، بالإضافة إلى الآن هجوم عبد القدوس ينجح في الحصول على كرة، التغطية من جديد نصراوية، دون يحرك الكرة ويحرر النصر هجوميا للتقدم أكثر، ماشا بيحافظ على كرته مقطوعة في النهاية وسط صيحات الجمهور، ودون كرة على طول للجهة اليسرى وينتظر قرار سلطان الحربي، ركلة جزاء، نعم رابع أهدافه في الدوري، يتقدم ويضع الكرة، نعم نعم نعم، هيا بنا إلى السي رونالدو، كريستيانو رونالدو، نعم نعم نعم، هكذا إذن يظهر ويتقدم كالشمس. أي روح، أي حياة، أي جرينتا يتركها، أي لمسات، أي عرض مشوق ومثير يتركه لأجل النصر. تشعر بأن النصراوي في هذه الليلة بالتحديد بشعور بارتياح بهذا الظهور الفخم للفخم كريستيانو، والتسديد الآن تصل تبديلات سييرا وحيرته، ينتظر من خلالها ردة فعل هذه الكرة اللي حاول أن يتجنب فيها في ليلة تجلى فيها كريستيانو. كرة بتوصل، سامي يطلب الكرة، كريستيانو، الضغط موجود من أوسكار دوارتي، تمريرة رائعة، فرصة للرابع، ماشا يتأخر في التحرك، عاد للخلف، طلب الكرة من الغنام، ماشا ينتظر الكرة العالية، وصلت إلى سامي، يمر أول وثاني وثالث، يرغبون بعودة الليلة وهو من يتجلى ويسجل ثلاثية. سامي كاد أن يتقدم، أدوار دفاعية وهجومية في مباراة اليوم، كريستيانو يتقدم، السوبر السوبر، الله، سي، هيا بنا للسي الرابعة، للسوبر هاتريك، للساعة الرائعة. الله على ليلى، رغم غياب تاليسكا هداف الدوري ب 13 هدف، رغم غياب بيتي مارتينيز، رغم غياب الفارو جونزاليس، لكم المشهد الذي صنعه خصوما ومحبين يستمتعوا بعرض المساء. كرة بتوصل على طول وبالعارضة، الله على كرة مرة أخرى، هذه المرة من أوسكار دوارتي، عاد ليرتقي في هذه الكرة ويلعب كرة بالرأس، لكن بعد ذلك الكرة ذهبت إلى العارضة وبر الأمام.
حصل عليها الليلة الشباب، مع التذكير بأن هناك فارق مباراة بزيادة بالنسبة للشباب. كرة ملعوبة جميلة وكأنها ضربت في القائم. محاولة هنا التحرك، يودا يتقدم ويسدد.